سامي فادي لبنان. مساء الخير فادي لبنان. الو كيفك استاذ؟ حبيب قلبي كيفك زمان؟ ماشي الحال. اول شيء ده ببيروت او بامريكا؟ انا ببيروت. يا اهلا وسهلا فيك، كيف صحتك؟ ماشي الحال. كيفك يا صادق؟ اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا، شو اخبارك؟ كيفك يا حبيب قلبي؟ منيح منيح الله يخليك. يا عمي انا بدي اقول مختصر بشغلي. انا حضرت اخر حلقتين تبع مسلسل صباح، بعتب يعني اذا بقول بمختصر معقولة انه حدا بيشك انه صباح ذكية ولا غشيمة؟ ما عندنا شك انه ذكية. عظيم. وانا بقول صباح لو ما كان عندها الصوت وبنفس الذكاء كمان كان حتكون صباح. في شك. فبتعتقد انه 18 سنة انسان عايش مع صباح بذكاء صباح لو هو عاطل كان بقي معها 10 دقايق؟ اكيد لا. عظيم. فاذا انا كل شيء نسب لي بالحلقتين، انا ما بيهمني باللي نسب قبل هيك لغيري او شو نزل او شيء، بس اللي انا بعرفه انه جمله وتفصيلا كل اللي انذكر مش مظبوط. اول شيء انا معاشرتي مع صباح كانت جدا فوق الطبيعه من الخلقيات والادبيات وحسن المعامله بين الطرفين. هذا واحد. اثنين، انا ما بحياتي اخذت من صباح شيء. وخلي صباح تطلع على التلفزيون وتقول انه فادي لبنان اخذ مني مليم. حتى النهار اللي عم بيحكوا فيه بالمسلسل عم بيقولوا فيه انه انا اخذ من صباح عقارات، هذا شيء مش مزبوط. انا النهار المسلسل قالوا اخذوا عقارات؟ انا النهار اللي تركت صباح تنزلت عن عقارات كانت موجوده ملكيا لصباح، وانا كانت باسمي وانا تنزلت عنها لصباح بعد ما تركنا بعضنا بفتره. عايزه صباح مصاري واضطرت بدها مصاري، انا تنزلت لها عن عقاراتي اللي انا بملكهم باسمي، تنزلت لها عنهم وموجودين عن كتاب العدل ورح ينبرزوا هول بكل جرائم لبنان. اسمح لي استاذ فادي، بس تسمح لي حبيب قلبي، انا اول شيء كانه انت عم تقولوا لنا شيء منافي، يعني كانه قلنا نحن ايه انتوا قلتوا بالمسلسل انه صباح انا دفشت صار معها ستروك، يعني صار معها فاليج. لا، لانه ما كتبت لي شيء باسمي هيك مبين بالمسلسل. لا 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 لا، انا بس بدي اقول لك شغله يا فادي، بصراحه كان من اهم الاعتراضات من صباح واللي حول صباح انه نحن يعني كان في قصيره الفتره اللي فترتك انت بالذات، يعني فتره الممثل يوسف حداد. وانا اللي بدي اقوله انا حاولت قدر المستطاع اني شذب وهذب الكلام اللي انقال نقلا عن الست صباح. وبعتقد اني انا الاستاذ فداء الشندويلي لما يعني كتب ليوسف حداد جملتين شهيرتين، قال لي انا اعطيتك عمري وصحتي وقفت حدك 17 سنه عملت نيرس عملت، يعني قال كلام كثير. بعتقد انه وزن المساله يا حبيبي يا فادي. وبعدين ما في لزوم حدا يحكي. انا من الاشخاص، انا من الاشخاص اللي زرتكم صباح لحتى لي اخذ منها مقابل. لا انا بس بدي اقول لك شغله فادي، هذه انساني انا بتعز علي. بعرف يا حبيبي، بعرف من ست ستين. بعرف يا فادي، انا صباح انا اللي لبقت اسطوره وانا اللي لبقت يا فادي شيء. يا فادي ما هي نعمه هالمره. انا ما اعتذرت من صباح تعطيني ولا اخذ من صباح شيء، انا عشت مع هالانسانه كنت مبسوطه، لو عيت فيه الزمن كنت برجع بعيد نفس الكره. ما في شك، بس صباح ما انا ما عم بحكي عن صباح شو فيه. هل حسيت حالك يعني حاسس حالك انظلمت؟ ايه، لانه الحكي مش مظبوط. اول شيء عم بيقولوا انه مثلا بنت اختك كانت عايشه معنا، بنت اختها ما كانت عايشه معنا، وهويدا انه بس تجوزت صباح انه هويدا فلت وزعلت ابنها قريب بامريكا. مش مظبوط الكلام، هويدا بقيت طول الفتره عايشه ببيروت معي بالبيت الى حين صار في شغله قضائيه ما بدنا نحن نذكرها. يا فادي فحتى لي انا فللتها بايدي على امريكا بطلب من صباح. هذا اللي صار. اثنين، انه كل اللي نذكر انه انا كنت عم بستفيد من صباح لانه كان بدي اياها تشتغل وهي ما لجيت تشتغل، بالعكس كنت اذا انا في شيء ما عملت لها اياه لصباح بشي شهر، ما جبت لها شيء حفله او شيء، كانت هي اللي تتضايق تقول انت مش عم تهتم فيي. تسمح لي يا فادي، كل المسلسل عم بتطلع ما كانه انا يعني واحد حاطينه شبهي. مع العلم يشكر لانه ادى دور كثير حلو وممثل عظيم، بس انا منه فادي، يعني هيدا منه. تسمح لي يا صديقي العزيز، انا اول شيء انا شهادتي مجروحه لانه انا من الناس اللي هلا ذكرت انه بدايه تعاقدي كان من خلال علاقتنا انا وياك، وانا فت على بيتكم لما كنت متجوز انت وصباح. مظبوط. وانا شفت كيف انت كنت مع صباح، بس كيف بس كان مع صباح؟ لا انا شفت فعلا مثل عم بيقول، وفعلا موضوع اللي كتبه الاستاذ فداء
لا يعني ما قال لي يوم فادي اللي كتبه لما صرخ بوجه لصباح وقال له انا 17 سنه او 18 سنه. بس في ظلم يعني، كان في انه هو البيان. ليك بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله، اكثر الرجال استغلالا لإلك. مش لاقول لك شغله، ما في ينكر فادي كمان انه من خلال صباح صار له وهج، يعني اليوم فادي لبنان يا عرف يا لا عم بقول صار لك وهج يا فادي، مش عم بقول انك انت مش موهوب. ما هو نحن بوسط الفني كلنا بنعرف هالشيء. صباح كانت صباح، لو ما في اسيا داخل ما كان في صباح. مزبوط مزبوط، حدا بيسلم حدا، ما هي عم نقوله يعني. ولو ما في مثلا بيت الصباح زمان ينجو بمصر ما كان في افلام بمصر. مزبوط مزبوط يا مزبوط يا فادي، وجوا فيهم على بيروت كلهم. مزبوط يا صديقي مزبوط. انا بعرف تماما انه الفنان بده حدا فنان على منه ليشد فيه ويمشي. مزبوط. وانا كان حلمي انا وحلم حياتي اني انا امن استعراض لبودات مثل صباح. مزبوط. وعم عمل اسطوره وعمل كنز الاسطوره. مزبوط مزبوط فعلا. هيدا ما بينكر اني انا مبين بالمسلسل على اني انا كنت سيء نيه مع هالسيده. نعم. وانا كنت قاعد اشبع عليها مصاري بوقت اللي انا كنت عم بعطي مصاري. نعم. نعم. شكرا لك يعني، شكرا لك يعني. بس انا يا ريته موجود معنا كان اكيد النقاش رح يكون يعني ما فيك الا ما تفهموا الزلمه، لانه في انا اول شيء سلبي. اول شيء يعني هيدي الجمله انعملت لتخلق هذا التوازن، بس خليني بس انه كان في نظره سلبيه لفيها تكون هيدي نظره صباح كمان السلبيه. حنرجع حنرجع على الموضوع. اول شيء بدي اقول لك اني فادي رغم شو من قال وشو من قالت صباح وحوالين صباح، انا بحترمه وبحبه، لقيته شاب لما تعرفت عليه بال97 كنت اول مره تعرف عليه شخصيا، حسيته طموح. في شيء ظلم هلا بينات؟ لا والله لا والله ابدا. انا لو 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 انحط اللي نقل لي انا فادي اتصل فيه مسايرة. فادي اتصل فيه قبل مسايرة. خليني اقول لك، فادي اتصل فيه قبل المسلسل وعرض علي انه يحكي لي قصص ويجيب لي دوكيومنتس بس انا كنت مجبور اعمل المسلسل من وجهه نظر صباح، مش من وجهة مش نظر على الآخرين، ما كنت ما قدران. وأنا بصدقا لو ما لمست الإحساس اللي شفته بالبيت عند صباح كيف فادي بتعامل معها، كان أنا على المستوى الشخصي الأربع خمسة زيارات اللي زرتهم فادي إنسان محترم، وفادي فعلا حقق بموضوع الدبك اللبنانية. نعم. عمل نقلة نوعية طبعا اللي شفتوها حبيت اني فرجيها. بس يعني هو من وجهة نظر صباح ما كان لا. البطل زعلت انه ما يعني ما كان بطل 18 سنة اللي كانوا سوا مزوجين. على كل حال بدي اقول لك شغلة، انا لو 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 حطينا اللي قالته حبيبتنا صباح واللي حواليها عن فادي كان فادي اكيد زعل مني ويمكن كان سبني هلا.